فزين يعني ما باقي شيء. طيب باقي كم يوم رها؟ 113 يوم ويخلص شهر شوال إن شاء الله. طب أنت عارف في سؤال قدامي هون هذا بس للتوعية، هل يوجد اكتئاب خاص بشهر شوال؟ هو نفسيا الموضوع. طب نشوف وزارة الصحة شو بتقول. يلا بتقول لك وزارة الصحة، لأنه في عالم يمكن على طول الأيام وال وأنه شوال مثلا في أيام طويلة فبيحسوه بطيء، وزارة الصحة بتقول لا يوجد شيء اسمه اكتئاب خاص بشهر شوال، العالم تتداول هيدا الموضوع، مبينة أنه سوء المزاج وتقلبه له أسباب بهيدا التوقيت بس ما له علاقة بشوال كشوال. وأشارت كمان أنه سوء المزاج وتقلبه في شوال له سببين، أولا النوم غير المنتظم. ليه؟ لأن وفقا لدراسة بيقول لك الأشخاص اللي بيناموا أقل من 5 ساعات بتسيطر عليهم المشاعر السلبية، هاي واحدة، وانت طالع من رمضان وطالع من عرفت من exactly. السبب الثاني لسوء المزاج بهالتوقيت تحديدا بيتعلق بسوء التغذية، لأنه تفويت وجبة واحدة بيومك بيؤدي لانخفاض نسبة السكر مما يؤدي إلى الضعف والتعب. عشان هيك كلنا تعبانين يا أخي. حتى امبارح الفيد عم تقول لي نفس الشيء، قلت له والله فارس بيقول لي إنه أكيد عندنا مثلا نقص بفيتامين دي ولا شيء، بس هو أنت طالع من رمضان، طالع من طبيعة أكل معين، من الصيام، حتى بالعيد مثلا أنت ما ركلجت مزبوط. وأنا أتوقع رها مهتمة في هذا الجانب أكثر، واللي هو يعني فيتامينات وكذا، انه يكون عندك بالانس يعني لما تكون تعبان ساعدينا. او في شيء مشكله ساعدينا دائما يكون في نقص في شيء، يا فيتامين دي انك لازم تطلع او فيتامين سي او بس لازم تشيك عليهم صح. ايوه طبعا انت شوفوا جسمكم زي اي ماكينه، تتخيلوها زي سياره تليفون، لما يكون في مشكله حيكون في وورنينج. انت ترك لما تكون لما تكونوا تعبانين ايوه فجأة ما تناموا كويس فجأة، هذا معناته في it's warning في شيء غلط، فلازم تشوفوا ايش المشكلة. صح يعني اذا اخذت كفيتك من النوم وتغذيت منيح وضل هيدا الموضوع، انا برأيي لازم واحد يفحص فيتاميناته. انا عندي بس مشكلة بسيطة، النوم وال شو اسمه الارهاق، يعني هذا الارهاق بس لسه بتنام وبتصحى تعبان. لا هو ما تنسى بعد الهيدا بعد رمضان نحن رجعنا الصبح صح، فهو ساعات النوم not enough. بس خلاص صار له 3 أسابيع. لا شو 3 أسابيع، هذا تاني أسبوع. لسه ثاني أسبوع. إيه. طب أوكي. هو أتوقع شوف. لا ونحن ما في عادة حبيبتي، نحن من في 5 الصبح. 5 الصباح. كأنه ما خلصنا مدرسة. أنا آخر شيء قمت فيه 5 الصباح يعني قبل صباحكم سعودي زمان. CFM كان في المدرسة. يعني. إيه. وأنا نفس الشيء، أنا ما كاني طلعت من المدرسة. أنا أي واحد يقول لي مثلاً في عندك اجتماع 7:30 الصباح عادي أسوي له بلوك. هلا مثل الشاطر عم تفيق.